السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده ديالنا في البرنامج اللي ما عرفتش سميتو وما لقيتش باقي السميه ديال البرنامج شنو غنسميه، مي قررت انني درت بزاف ديال الفيديوهات ما عندهم حتى شي علاقه تخربيق كيخرجوا بزاف على سميتو، وجوني بزاف ديال الناس تيقول لي خصك بلا خصك دير واحد الفيديوهات اللي ينفعوا الناس وتعطي النصائح وهذه ما تبقاش غير تخربيق. في هذا النطاق انا قررت انني غندير واحد الحاجه مفيده ونشارك معكم بزاف ديال المعلومات ونعطيكم النصائح اللي يمكن لهم ينفعكم في حياتكم الشخصيه والعمليه حتى هي. في هذه الحلقه هذه اللي ما عرفتش اين برنامج واين سميه غنسميها، بغيت نهضر على القرايه، نعطيكم نصائح اللي ينفعوكم في القرايه ديالكم باش من بعد دير واحد الشعبه وتقرا واحد الحاجه اللي غتجي معاك الشخصيه ديالك انت كشخص، شنو يمكن لك دير، شنو باش يمكن لك تقرا باش من بعد يمكن لك تخدم مزيان، باش من بعد يمكن لك دير بزاف ديال الحوايج في حياتك الشخصيه. المهم النقطه الاولى اللي غنشير ليها هي انه كيف ما قلت خص الشخصيه ديالك تكون متلائمه مع الشعبه اللي غادي تقرا. بما بين الشعاب اللي كاينين دابا مطلوبين في سوق العمل، كنلاحظوا بان كاين مثلا شعبات الماركتينغ او الكوميونيكاسيون، وهذه الشعبه هذه باش ديرها وباش تقراها وباش تنجح فيها خص تكون عندك فيك واحد الصفات اللي يكونوا فيك انت. من اول هذه الصفات اللي يمكن لهم يكونوا فيك خص تكون كتعرف تغمق على بنادم، خصك تكون فيك الهضره بزاف وما كتساليش من الهضره، خص يكون عندك واحد العقليه انتهازيه وديما يكون عندك شي ديال الاقناع، تقدر تكذب على الناس ما عندكش مشكل، تكون كذاب، تكون فايت كتكذب على الناس، عندك بزاف مع علم الكذب. هذه من جهه، ومن جهه اخرى انك تكون كتلبس مزيان وكتعرف تهضر وهذاك الشيء كامل الاخر، وكتغمق على الناس وتكون منافق. المهم انك خص يكون عندك من الميزات اللي يكونوا فيك هما النفاق. الا كنتي انسان منافق فيك الخواض وكتكذب مزيان يمكن لك دير في هذه الحاله شعبه الكوميونيكاسيون او الماركتينغ اللي مطلوبه بزاف في الشركات ديالنا. ما بين الشعاب اللي مطلوبه بزاف في سوق العمل كل انسان يديرها، كاينه شعبه فينانس او ليكونومي بمعنى الاقتصاد، مهم الفلوس. هذه الشعبه هذه من الميزات اللي خصهم يكونوا فيك انك تكون فايت في حياتك شفرتي شي حاجه على الاقل جوج مرات، تكون شفرتي شي حاجه، لانه خصك تعرف تشفر بواحد الطريقه طريقه قانونيه، انك تكون كتشفر كتهرف عندك مع النصب والاحتيال بواحد الطرق قانونيه. ممكن لك دير هاد القرايه ديال ليكونومي والفينانس والكونطابيليتي فوالا باش فوالا. من الشعب الاخرى اللي كاينه واللي مطلوبه حتى هي في سوق العمل هي عندنا شعبه ديال مانجمنت دونتربريز او لا استراتيجي اي لا جيستيون دونتربريز او تسيير المقاولات. تسيير المقاولات خصك تكون واحد الانسان تكون مزيانش، ما تكون واحد الانسان مزيانش ما عنده معك حتى شي واحد، تكون ديكتاتوري في طبعك، تكون ما عندكش مع الناس ما تيحملوكش، المهم تكون انسان ما مقبولش. قلت لك هذيك الساعه دير مانجمنت او تسيير المقاولات باش كتولي واحد الانسان ديكتاتوري في الخدمه ديالك وكتلقى راحتك وكتلقى ذاتك في هذيك الخدمه اللي كدير. ما بين الشعب الاخرى كاين الشعبه ديال الانفورماتيك، اي حاجه عندها علاقه بالانفورماتيك، اي حاجه عندها علاقه بالكمبيوتر او البي سي اللي يمكن لك ديرها. من الصفات اللي خصها تكون فيك انك تكون واحد الانسان منعزل، تكون واحد الانسان ما عندكش مع البشر والبشر ما عندوش معاك وما كتبغيش تهضر مع الناس، وتكون عندك غير مع البي سي كاين مع داكشي ديال الانفورماتيك وما فيك لي صدع راسك مع البشر. دونك في هذه الحاله هذه يمكن لك دير شعبه ديال الانفورماتيك، ولا بغيتي دير الغيزو خص تكون كتعرف تلاقي سلوكا ما بين الناس ولا شي حاجه وما عندكش مع البشر، يمكن لك ديك الساعه دير شعبه ديال الغيزو انفورماتيك فوالا. دونك هادي من بعض الشعاب اللي يمكن لك ديرها. كاينه واحد دابا بغيتي دير، كاينه شعبه اللغات، بغيتي تقرا اللغات مثلا دير ادب انجليزي او ادب اسباني او ادب فرنسي. في هذه الحاله هذه خص تكون ما بين الصفات ديالك تكون فيك شويه ديال اللياقه، تكون كتقلب على شي قوريه باغي تزوج بها وما كتعرفش تهضر بالانكلي، جمعوا فيك هذه الصفات يمكن لك دير هذه الشعبه هذه الا تبعتي هاد النصائح تتنجح في الحياه العمليه ديالك باش كتخلص واحد الاجر مزيان فوالا. دونك انا تنشكركم على المتابعه، شكرا
انا متابعه ديالكم ديال الحلقه اللي ما عرفتش شنو سميتها البرنامج اللي دابا انا كندير فيه. وشكرا، وفي سبيل اننا نفيدكم ونتشارك معكم معلومات مفيده ومعلومات اللي تفيد الجميع، وان شاء الله ما يخيبش ظننا. شكرا.